بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن هناك مجموعة من المشكلات أو الحاجات الأصيلة التي فرضت على قدرشاد من التواجد والحضور، واجترته اجترارا ليكون مقدما للخدمة النفسية. ذكرنا فترات الانتقال، ذكرنا أيضا التغيرات الأسرية والتغير الاجتماعي، ونأتي إلى الحاجة الرابعة التي فرضت على ضرورة وجود الإرشاد النفسي والتوجيه والمساعدة، وهو التقدم العلمي والتكنولوجي. العالم اليوم يشهد طفرات، يعني من الصعب أن تقول عن هذا التقدم، لأن التقدم تستلزم هذه المفردة باللغة العربية التدرج، لكن الحقيقة نحن نشهد طفرات في المعرفة. فالتقدم العلمي التكنولوجي تزايد في شكل متوالية هندسية. شيرترز وستون قال بـ66 إن العالم يشهد انفجارا معرفيا هائلا، تضاعف كم المعرفة مرتين بين ميلاد المسيح يسوع عليه السلام وسنة 1750، وتضاعف مرة أخرى بين 1750 و1900، وتضاعف مرة ثالثة بين 1900 وبين 1950، والفرق ما بين 1950 والآن 2020 فرق هائل. هكذا أصبح التقدم العلمي والتكنيكي والتكنولوجي يحقق في 10 سنوات ما كان يحققه في 50 سنة ماضية. حقق في 50 سنة الماضية ما حققته في 200 سنة السابقة، والتي حقق فيها مثل ما حققه التقدم العلمي منذ فجر الحضارة وبداية التدوين للإنسان. هذا التقدم العلمي المعرفي بالضرورة أيضا له مؤشرات، منها زيادة المخترعات الجديدة، اكتشاف الذرة، استخدامها في الأغراض السلمية وأنصافا غير السلمية أيضا، ظهور النفاثات، الصواريخ، وغزو الفضاء، سياسة المكننة والضبط الآلي السيبرنيتيكيا في مجال العلم والإنتاج. السيبرنيتيك معناه أنه الاستعاضة عن الأيادي العاملة بالضبط التكنولوجي أو باستخدام الحاسوب أو الكمبيوتر، أو أعتقد أقوى صوره هو النانو الذي ربما دخل في كل الأشياء، في الصناعات، في العمال، في المكننة بشكل عام. الاتصالات، الراديو، التلفزيون، النات، مواقع التواصل، وما أثره في تغيير الأفكار والاتجاهات. عندما نقول أن هناك مجموعة من القنوات التنشئة الاجتماعية التي تنشئ الفرد، تكون وعيه، نذكر الأسرة، الأقران، المدرسة، الشارع، وأيضا الميديا، ونقصد فيها الإعلام. اليوم الميديا ربما هي صاحبة الحظ الأوفر في التربية.